إجلر نوع من الصواريخ المحمولة كده. الجيش الليبي كان عنده أعداد مهولة من الصواريخ دي. بعد الثورة ما لقوش غير 350 صاروخ بس. وطبعاً وقع عدد كبير من الصواريخ دي في إيد المنظمات الإرهابية. استخدموها في إسقاط طائرات الجيش الليبي. معنى كده إن راضي عمل كل ده عشان يوصل لمكان بقية الصواريخ دي لصالح أبو أنس. بالظبط يا فندم. إحنا لقينا فايل على الكلاود بتاع راضي اسمه دفن إجلر. في أسامي كل الضباط اللي تم اغتياله. ضباط تانية أكيد هم المسؤولين عن دفن الصواريخ. طبعاً بعد ما الدنيا ضاقت عليهم بيدوروا على السلاح تحت الأرض. المعلومات دي وصلت لراضي ازاي؟ لسه ما عندناش خلفيه، بس معلومه زي ديت صعب ان هي توصل لايد افراد. ده اكيد وراها اجهزه تانية، والاكيد برضو ان راضي او غازي مهمته الوحيده دلوقتي هو الوصول للمعلومه دي. ابو انس بسيطرته في ليبيا هيقدر انه يخرج الصواريخ، واكيد المطلوب ان هي تدخل مصر. وهي اسماء الضباط اللي سربت من عندنا؟ راضي كالعاده سحب اكتر من اسم للتمويه على مطلب، بس الاسم الوحيد المتوافق مع الاسامي التانيه هو عبد الرحمن العليمي، ضابط ليبي سابق. واضح انه كان واحد من المسؤولين عن دفن الصواريخ. هرب من ليبيا بعد الثورة وجي على مصر، وبعد سنتين سافر على إيطاليا، عايش هناك في بلد برا ميلانو تحت اسم مستعار، وملوش أي نشاط حالي. عمر، لازم توصل لبقية أسماء الضباط الموجودة في القائمة، تعرف أماكنهم وبسرعة. يونس هيروح ورا العليمي، قرار رجوعك في العملية بقى ضروري. ما عندناش وقت نجيب حد يكمل اللي أنت وصلت له. مش لازم راضي يوصل اللي هو عايزه. السلاح ده ما ينفعش يخش مصر. ولاد كان عايز راضي حي يا يونس. مفهوم يا فندم. جواد طلع بيدفع كويس بقى. والله برافو انه انت بتعرف كل شيء. انا مش فارق معايا، ما يهمنيش ان انا اعرف. شلون اجيت لهون؟ No going anywhere.
ازاي؟ اجيت ورا هاد اللي انت قتلته. مو معقول يا عمي، كل ما اوصل لخيط بتقشر. يا مصطفى انا بعترك نمره دلوقتي، عايز احداثيات. ما عنديش وقت يا مصطفى. يونس اقعد يا يونس، هذا بده قطب. قطب؟ ايه قطب، قطب بالخيط. قطب بالخيط الحلو دكتورة ولا ايه؟ بسوريا بعد الحرب كلنا صرنا دكاترة. بسيطة، خلي ايدك. لا تخاف يا يونس، أنا لو بدي أخلص منك كنت خلصت منك أنت وعلى الأرض. وما عملتش كده ليه؟ لأنه ما بدي أخلص منك. أنا وأنت عم نشتغل لمصلحة واحدة. اصحي، مصلحتنا مش واحدة. أنا بدافع عن بلدي، أنت بتقبضي. تقدر ما تحكم علي لأنك ما بتعرف عني شيء. أنا كمان بخدم عيلتي. عنا بريف الشام الوضع صار غير إنساني. أبي وأخي ماتوا بالقصف، وشواد طلعني أنا وأمي وأختي مقابل أني أشتغل معه. هلا هن برات سوريا مأمنين ومرتاحين. إذا أنت ما بتعرف شو يعني الوطن الآمن لأنك ما تحرمت منه، ما رح تعرف شو يعني مأمنين ومرتاحين. هاي الكلمة بتسوى الدنيا وما فيها. إذا أنت وجواد صح، اثنيناتكم بدكم تعرفوا مين ورا هالهجمات، شو المشكل بالتعاون. ازاي يعني؟ انتي بتشتغلي ضد بلدي. انا بعمري ما اشتغلت ضد مصر. حتى لو افترضنا اللي انتي بتقولي ده صح، جواد بعد لما ياخد اللي هو عايزه هيقتلك، هيصفيكي. انت بقيتي كارت محروق يا مايا.
اسمي شام بالمناسبة. الحمد لله على السلامة. شام، لو عايزة تكملي جميلك معايا شرابي تقطع ساعة الخنانة، فلو تاخدي خرصتين يعني ايدك حلوة قوي. ايه الغباوة دي؟ يا مصطفى. ايوه يونس. التليفون ده اتقفل من نص ساعة في حتة اسمها اوريا، مش بعيد عن كومو. فين اوريا دي؟ بعيد عنك بحوالي 20 دقيقة بالعربية. انا بعرف وين. سلام يا مصطفى. تابعت الحسابات اللي كانت بتحول المصاري لإيفان. الحسابات هاي مربوطة بكريدت كارد لحساب شركة. نفس الحساب هاد قطع 5 تذاكر لميلانو وحجز فندقهم. رقبت الأوتيل وإجيت وراهم لحد ما تقبلنا هون. الشركة هاي ما لها أي مقرات بيكون، عندها بس ممتلكات، واحد منهم بأوريا على البحر. انتوا مين؟ ها؟ فين الصواريخ يا عبد؟ صواريخ شو اللي بتحكي عليها؟ صح، ليك حق ما تفتكرش، دي حتى حكاية عدى عليها سنين. افتكرت؟ رح أقول لك على كل شيء، رح أقول لك على كل شيء. هذا هو المكان. أوه. خلي هذا معك يا يونس. ازيك يا يونس؟ انت ازاي يا جدع انت ما تشكرنيش على طفايات الحريق اللي سبتها لك جنب كرسي؟ لما تخلي طقم العزل اللي ورايا ده يفكني وانا اجي اشكرك بنفسي. وانا في اعدادي كنت عايش في مدينه من المدن اللي على الصحراء، مكان جميل وهادي زي المكان ده بالظبط، بس كان فيه مصيبه واحده. فران، فران كتير قوي يا يونس، والفار منهم ايه؟ سلامتك بالدنيا قد كده. الجمعية الزراعية كانت بتوزع على البيوت سلم، بس شوية والفران اتعودت على السلم، بقت بتاكله عادي يا يونس زي الدريسنج على السلطة. تخيل بتاكله عادي. صحتين. بس شو دخلنا نحن بقصة السلطة؟ يوم اخوك يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ مصايد، يعمل مصايد يا يونس. مصايد بقى زي الحاجة الساقعة البلاستيك، عارفها؟ يجي الفار من دول يخش عشان ياكل، تقفل عليه المصيدة، ألم أنا الفران وأغرقهم في جردل وصوت بعض، وبعدين أولع فيهم بجاز. صدق يا يونس أنا
ما كنتش عارف ان الفيران ليها صوت. دول بيصرخوا صريخ وهم بيولعوا. صم اسبوعين. اسبوعين بالظبط. وما لقيتش فار واحد عندي في البيت. بس فضلوا يخشوا عند الجيران. عشان عرفوا ان دخول بيت انا فيه عذاب. عذاب اخرته موت يا يونس. انا لو اعرف ان دي مشكلتك من الاول كنت جبت لك قطه او خليت حد من حبايبي يديلك توكيل مكافحه حشرات. كفايه فرام بقى السنتين دول طولوا. انت ومراد فرام حرقكم مش هيخلي حد يقرب مني تاني. عاجبك المرمطه اللي انت فيها دي؟ انا عايز اسالك سؤال واحد بس. ايه اللي خلاك صدقت مراد ومشيت وراه؟ اكل العيش. البلد مليانه فران وسخه ولازم تنضف. حقك يا يونس. حقك طبعا يا يونس. حقك تعيش في بلد نظيفه. وحقك كمان. اللي اقول لي يا يونس هو يعني ايه بلد؟ المكان اللي بتتولد فيه ولا المكان اللي بيديك باسبور ولا المكان اللي بياكلك عيش؟ اصل انا مش عارف استوعب الفكره دي خالص. ولا عمرك هتستوعب. احنا 100 مليون. يعني لو في كل مليون واحد وسخ زيك كده البلد مش هتخرب. هندوس عليه بالجزمه وهنكمل عادي. هما لسه بيضحكوا عليكم بالكلام ده؟ لسه. والله يا يونس انا كان نفسي ارغي معاك اكتر من كده بس مش عايز اخرك عن مراد. ازيك يا مايا؟ ايه مايا دي بقى؟